بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة تاني اعدادي سكند بريب، تحياتي لكم جميعا. مش عايز اقول لكم احنا يعني مشتاقين لكم جدا طبعا، وانا بحاول اقدم حاجة تساعدكم عشان الجزء اللي هو اتلغى من السنة دي، اللي هو يعتبر تراكم للسنة الجاية. فانت ثالثة اعدادي هيبقى عندك مشكلة ضخمة في ثالثة اعدادي لو انت ما حققتش معلومة بتاع التانية اعدادي ذاكرتها كويس وفهمتها. وطبعا الوضع كده اختلف، انت كده هتذاكر علشان نفسك عشان تتعلم مش بغرض الامتحان، فالموضوع هيبقى مختلف، واتمنى تستفادوا من الكلام اللي احنا هنشتغله. احنا شرحنا يونت 1 واتفقنا ان احنا شرحنا موضوع الموشن، البريديكت موشن، وعرفنا انواع الموشن، وبعد كده خدنا موضوع الاوسيليتري موشن شرحناه، وبعد كده خدنا على الويف موشن بانواعها سواء كان ميكانيكال او الكترو ماجنتيك. وبعد كده خلصت يونت 1 ودخلنا على يونت 2 وشرحنا اول ليسون، ليسون الساوند بروبرتيز، واللي هو يعتبر نوع من انواع التطبيق على الميكانيكال ويف. ودلوقتي النهارده هنشرح اللايت اللي هو يعتبر تطبيق للالكترو ماجنتيك ويف. فهنتكلم عن موضوع الويف ناتشر اوف لايت، طبيعه موجات الضوء. اول معلومه عندنا اللايت هو عباره عن ايه. فالمعلومه الاساسيه عندنا ان هو عباره عن اكسترنال فيكتور، مؤثر خارجي اللي هو افكت، بيؤثر على الاي اكيد، وبيسبب السنسيشن اوف فيجن، احساسنا بالرؤيه بالحاجات اللي حوالين مننا. وده تعريف منطقي بسيط بدون اي مشاكل، يعني مش مزعج. لكن التعريف الحقيقي بالنسبه لي ان اللايت هو عباره عن الكتروماجنتيك ويف، electromagnetic wave، موجات كهرو مغناطيسية اللي بصفتها انها can't travel in space, don't need medium to travel، بتقدر تتحرك في اي medium هي عايز توصل له. وطبعا المعلومة احنا خدناها ان سرعة اللايت في حركته في الاسبيس او في الاير بتوصل ل 300,000 كيلومتر بير سكند، او بطريقة تانية 3 by 10 power 8 متر بير سكند اللي احنا متعودين عليها. فسرعته عالية جدا لو انا قارنته بسرعة الساوند، الساوند 340 متر بير سكند في الاير، لكن اللايت بتوصل ل 3 باي 10 باور 8 متر بير سكند. تكملة الكلام، برضو احنا عندنا حاجة اسمها فيزيبل لايت، الضوء المرئي. ايه الضوء المرئي اللي انا اقدر اشوفه؟ واللي هو الويف لينس بتاعه بيتراوح من 340 700 نانو متر، وده المدى المنطقة اللي بيتحرك فيها الضوء اللي احنا فيزيبل. لكن الضوء الانفيزيبل زي الانفراريد او الالترا فايلوت، ده بيكون الانفراريد والالترا فايلوت في ارقام خارج المنطقه ديت اللي هي عيني مش هتشوفها، لكن في اجهزه طبعا بتشوفها زي الموبايل. فالموبايل مثلا الكاميرا بتاعته بتشوف الانفراريد، والانفراريد دي موجوده في بيتك في الريموت كنترول بتاع التلفزيون او التكييف اللي هي تعتبر العدسة الصغيرة اللي هي في الريموت. الحسن بن هيثم ده عالم مشهور جدا جدا جدا، احنا هنتكلم عنه من باب التاريخ، في ان هو لازم يذكره بان هو يعتبر استابليش ساينس اوف لايت، هو اللي اسس علم اللايت، اللي هو الغرب اعتمد عليه بشكل كبير جدا في انه ياسس بقيه المعلومات اللي وصل لها. كمان شرح عمل اكسبلين للميكانيزم اوف فيجن كوركتلي، اللي هو شرح ازاي احنا بنشوف. فكان زمان في اعتقاد ان العين هي مصدر الرؤية، طب لو النور قطع انا مش هشوف حاجة، اني مش هطلع ضوء يعني. فالفكرة بسيطة جدا، انت عشان تشوف اي حاجة قدام منك والعين هتبص لها، فانت مش هتشوفها الا لما ينزل عليها لايت، فلازم يكون عندك سورس اوف لايت. والسورس اوف لايت ده بعد ما ينزل عليها يحصل له ريفليكشن يتعكس على عينك، فالرؤية بتحصل نتيجة انعكاس الضوء على العين. طب مفيش لايت مش هشوف، مفيش انعكاس مش هشوف. فهو عمل اكسبلين الميكانيزم اوف فيجن كوركتلي. بعد كده كمان عمل ديسكفر للبين هول بوكس اللي احنا سميناه فيما بعد الكاميرا، ودي شرحناه في سنه 5 لما كنا حطينا بوكس فيه هول قدام منه كاندل، واكتشفنا ان صوره الكاندل جوه كانت سمول، او كنا ساعتها بنسميها مينيمايزد اند انفرتد، مقلوبه، صوره صغيره او مقلوبه. وده اللي شرح الميكانيزم بتاع العين نفسها فيما بعد، العين نفسها فكرتها زي فكره الكاميرا بالظبط. فالصوره بتاعت في عينك هتبقى صوره صغيره ومقلوبه، وبيحصل لها كوركشن فين؟ في البرين. البرين هو اللي بيعملها كوركشن، بيعدلها وبيديها الريسايز بتاعها حجمها الطبيعي، وده فكره تركيب العين. هنخش على موضوع الاناليسيز اوف لايت اللي احنا بنسميه تحليل الضوء. فالاناليسيز معناه تحليل الضوء، ان احنا هنحلل الضوء بتاعنا
هنشوفه بيتكون من ايه. فهنلاقي الضوء عندنا بيتكون من 7 الوايت لايت، الوايت لايت بيتكون من 7 سبيكترال كولر، وده موضوع برضه خد نفسنا خمسه. وكان بيبتدي اول لون عندنا اللون الريد وبينتهي باللون الفايلوت بترتيب الالوان اللي احنا المفروض نحفظهم كويس. موضوع الترانج بريزم هو اللي عمل لي القصه ديت، فهديك صوره كده بلقطه جميله جدا هتبقى اوضح من اللي فاتت ديت. هيطلع لي الوايت لايتس، هيخش على الترانج بريزم، هيحصل له اناليسيز ل 7 كولر زي ما اتفقنا، من اول اللون الريد بينتهي لغايه اللون الفايلوت. الملاحظه ان اللايت بتاعنا الوايت لايت هيحصل له ديفيجن بانجل صغيره جدا اللي هي يطلع بيها اللايت، فالانجل هتبقى انجل بسيطه جدا ابسط من الانجل اللي طلع بيها اللون الفايلوت اللي حصل فيه ديفيجن انحراف، انحراف عالي جدا في الضوء. الانجل لو انت خدت بالك لو رسمت خط صغير، فالخط الصغير ده بيوضح لي الانجل لما اجي ارسمها، فالانجل هنا هتبقى انجل اصغر من الانجل هيطلع بيها الضوء الثاني اللي هو الفايلوت، فالانجل هتبقى اوسع. هرجع تاني للصفحه اللي كنت عليها، فهلاقي ان في معلومه مهمه جدا عن لون الريد. فالريد يعتبر ليس ديفيجن، اقل انحراف في خروجه باقل انجل، انجل اللي هي الزاويه اللي انت تعرفها وخدتها في الماث، ويبقى كلوز للبريزم ابيكس، ابيكس اللي هي تعتبر قمه المثلث، فدي كده الابيكس اللي احنا بنتكلم عليه، فهو اول لون قريب من الابيكس. وخد بالك اللي هقوله على الريد هيبقى عكس الفايلوت بعد شويه. من ضمن الكلام ان الريد يعتبر ليست انرجي، لان هو ليست فريكوانسي، اقل تردد، وفي المقابل كمان عكسه على طول ان هو لارج ويف لينث. ما انا عارف ان الفريكوانسي من قبل كده خدناه عكس الويف لينث، وده من القانون احنا خدناه بتاع الويف بروبيجيشن لو من يونت 1. كل اللي احنا قلناه على لون الريد هيبقى عكس الفايلوت، فالفايلوت بالنسبه لي اذا كان الريد يعتبر ليس ديفيجن، فهلاحظ ان الفايلوت بالنسبه لنا الهايست ديفيجن، فهو كلوز من البريزم بيس، قريب من قاعده المثلث للترينج بريزم. اذا كان الفايل اللون الريد يعتبر ليست انرجي وليست فريكوانسي زي ما احنا خدنا، هلاحظ ان الفايلوت عكسه على طول لارج انرجي ولارج فريكوانسي، هم عكس بعض بالتلاوة مع بعض. في النهايه بقى لازم ابقى فاهم كويس جدا ان اللون الريد بصفاته لو حفظناها يبقى انا كده كل الكلام هيتعكس مع الفايلوت اللي موجود قريب من البيس. ظهر معانا ماكس بلانك. ماكس بلانك شخصية برضو من الناس اللي تعتبر الغرب اللي هو قدر ياخد الكلام حسب هيثم ويبني عليه بقى. فأثبت عمل بروف لان انرجي اوف لايت معتمدة على حاجة اسمها انرجي كوانتا، او تتكون من حاجة اسمها انرجي كوانتا وسماها فوتون. الفوتون ده مشهور عندنا حتى بالعربي بكلمة فوتون، يعني احنا حتى ترجمتها كده فوتون. الضوء بيتكون من كمات من الضوء، يعني لما اجي اتكلم على انرجي اوف لايت، فالضوء لما بيجي لي من مصدر الضوء بيجي لي في شكل حاجه اسمها كمات. الخطوط دي عباره عن دفعات، دفعات صغيره من كميات من الضوء متساويه، بحيث ان انت توصل لك الضوء بشكل متساوي لعينك بتنظيم معين. فده معنى كلمه انرجي كوانتا، انرجي كوانتا او بيسموها فوتونز، واللي هو اثبت ان انرجي اوف لايت فوتونز معتمدة على الفريكوانسي من خلال القانون بتاعه اللي هو المشهور الانرجي اوف لايت. الانرجي اوف لايت فوتون ايكوال بلانك كونستنت، وده رقم هو حدد قيمته باي فريكوانسي اوف فوتون. بالتالي انا كده واضح ان الاثنين دولت الفريكوانسي مع الانرجي اوف فوتون في مقابلة مع بعض علاقة دايركتلي بروبورشن، وده واضح من شكل القانون. مش هنحسب حاجه، مش مطلوب ان نحسب حاجه، انا بس ببقى كده فاهم طالما ان الانرجي اوف لايت فوتون ايكوال بلانك كونست باي فريكوانسي، لما اجي اسالك مين اعلى انرجي الريد ولا الفايلوت، هبص كده على الحته الفوقانيه هكتشف ان الريد يعتبر اقل فريكوانسي من اللون الفايلوت. يبقى منطقي جدا لما يكون الفريكوانسي بتاع اللون الريد اقل، بالتالي الانرجي بتاع اللون اللايت بتاعت الفوتون اقل، يعني في علاقة دايركت جدا ما بين الفريكوانسي واللايت فوتون. فالفريكوانسي اوف ريد اقل من الفريكوانسي اوف فايلوت، بالتالي الانرجي اوف لايت فوتون اوف ريد هيبقى اقل من مين؟ ليس ذان الفايلوت. بترتيب الالوان انت المفروض تبقى حافظهم كويس جدا جدا، عشان هيسال بعد كده اسئله فنيه ما بين الالوان قريبه. والشكل قدامي ده احنا زي ما اتفقنا عليه من شويه شكل تقريبي لتوضيح المعلومه بشكل اجمل من اللي فاتت. بعد كده من ضمن صفات اللايت عندنا اتفقنا في عندي حاجه اسمها اللايت ترافلنج ستريت لاين، ودي خد نفسنا خمسه برضه. الضوء بيتحرك في شكل خطوط مستقيمه وبيعمل اكسبيرمنت عشان يثبت الكلام ده بمجموعه ورق فيه فتحات. واضح ان الكاندل انا هقدر اشوفها عن طريق عيني لان اللايت ماشي في شكل ستريت لاين،
لكن في حالة إن أنا لو اتحركت بالبورد بواحدة فيهم بعيدة عن مسار الضوء، عيني ما وصلهاش حاجة. أثبت الكلام ده إن اللايت travel in a straight line. بعد كده من ضمن الكلام برضو اللايت behavior، تصرفات الضوء خلال الديفرنت ميديا، خلال الأوساط المختلفة. وخدنا إن في عندي حاجة اسمها transparent medium، وعندي حاجة اسمها translucent، وعندي حاجة اسمها opaque. الترانسبيرنت خدناه إن هو شفاف، اللي هو أنا أقدر أشوف الحاجات اللي وراه، اللي هو medium ذات بس most light، بيسمح لمعظم الضوء يعدي. ده زي البيور ووتر، زي الاير، زي الجلاس الاير، كل الكلام ده أنا أقدر أشوف الحاجات اللي وراه وبيسمح اللايت يعدي جواه. الترانسلوسنت اللي هي سيمي ترانسبيرنت، اللي هو ميديم ذات بس بارت اوف لايت، بيسمح لجزء بس من الضوء، زي فلينت جلاس وزي التيشو بيبر، ورق مناديل خفيف، اللي انا اسمح بجزء من الضوء يعدي. الاوبيك ميديم ده ما بيسمحش اللايت يعدي خالص، ده ميديم ذات بريفنت باسنج اوف لايت، بيسمح بيمنع مرور اي ضوء من خلاله. وده زي الوود، زي البول، زي اي حاجه من زي الباب بتاع الشقه، دي كلها تعتبر مواد اوبيك. بعد كده بنتكلم، خد بالك معلومه مهمه جدا، لما اجي اتكلم على المواد الترانسبيرنت، اكتشف ان الثيكنس اوف ترانسبيرنت ميديوم، سمك الماده الشفافه كمان، هيحدد اللايت انتنسيتي، الرؤيه. فكل ما الازاز يبقى اتخن، كل ما الرؤيه تبقى اضعف، فالثيكنس اوف ترانسبيرنت ميديوم بيحصل له انكريز، يبقى كده البرمابيلتي فور لايت ديكريز، قدره ان اللايت او وضوح الضوء هيبقى اقل. اخر حاجه بننهي بيها موضوعنا اللايت انتنسيتي، ودي خدناها هناك في الدرس اللي فات بتاع الساوند انتنسيتي، نفس الفكره بالظبط، بس انا هنا هسميها برايتنس، اللي هي السطوع او الاضاءه العاليه. يعني انا هشوف ازاي، فاحنا اكتشفنا قبل كده في الدرس اللي فات اللي هو بتاع الساوند انتنسيتي، ان معنى كلمه ساوند شده، مش ساوند انتنسيتي، شده، الشده هي عباره عن كميه الانرجي او الاماونت اوف انرجي اوف ساوند او اوف لايت فولينج، هتنزل بشكل بيربنديكولار على يونت اريا، على مساحه محدده، هي كميه الطاقه اللي بتنزل في مساحه محدده كل تايم 1 سكند. وعلى اساسه اقدر احدد من الكلام ده ان انا لما اجي اتكلم عن لايت انتنستي، فاللايت انتنستي هي عباره عن الاماونت اوف لايت فول بشكل نورمال على يونت اريا كل 1 سكند. مفهوم الشده عموما هي كميه الطاقه اللي هتنزل في مساحه معينه كل ثانيه، علاقه بين الكميه والزمن والمساحه، اقدر احدد الشده دي قد ايه. الكلام ده ينطبق على الساوند زي ما خدناه في الساوند انتنستي، في اللايت انتنستي، في اي حاجه فيها علاقه انتنستي هناخدها بعد كده. في النهايه انا جيت هبدا استنتج حاجه اسمها انفرس سكوير لو اوف لايت، خدنا زي هناك في الساوند ان في علاقه انفرسلي ما بين الانتنستي اوف لايت اند سكوير ديستنس، وده احنا خدنا شكل العلاقه دي لو تفتكروا مع الساوند، ان اللايت انتنستي inversely proportion مع ال square distance ما بين وبين بيني وبين surface area بتاع مع source of light. بالتالي كده كل ما المسافة تبقى أطول بيني وبين source of light، كل ما الإضاءة تبقى أشد ولا أضعف؟ لا أكيد هتبقى أضعف، إن المسافة لما تطول يبقى بالمنطق بالعقل يبقى الإضاءة أقل. كل ما هتقرب لمصدر الضوء اللي هو الكشاف، هتحس الإضاءة في عينك أشد، فالمسافة بتقل الشدة بتزيد، هما عكس بعض في المعنى. وعلى اساسه يبقى كده انا خلاص استنتجت يعني ايه inverse square of light، for light intensity of the surface inversely proportion to the square distance between the surface and light source او light source sorry انا light source. بننهي الموضوع خلاص كده، احنا حتى خدنا المعلومه دي قبل كده، if the distance between surface and the light source is doubled يبقى كده اللايت انتنستي يحصل لها ديكريز تو كوارتر. وده السؤال كان ساعتها لو تفتكر كان جيف ريزون لما كنا بنشرحه على الساوند انتنستي، وساعتها كنت بقول لك الاجابه هيبقى العلاقه بين الانتنستي اوف ساوند، او هنا هتبقى الانتنستي اوف لايت، علاقه انفرسي ويز سكوير ديستنس، وده كانت الاجابه ساعتها. عندك مجموعه اسئله حاول تتناقش او تحلها كده فيها، ولو في اي حاجه هتخاطبني. طبعا انت هتوقف الفيديو تنقل الاسئله تبدا تحلها، لو في اي حاجه تبدا تخاطبني على الواتس بتاعي اللي هقول لك على اللي انت عارفه المفروض يعني. ودي برضه مجموعه اسئله اهي، رقم الواتس عندك او رقمي فوق اهي، رقم الواتس الوزير 11، الجيف ريجن قدامك اهو، ممكن تبدا توقف الفيديو وتبدا تنقل الاسئله وتبدا تحلها وتبدا تتناقش وتبعتها لي سؤال باجابه وانا اقول لك صح ولا غلط. تبدأ تتابع معايا عن طريق الواتس،
عند اللي هو 011. اتمنى اكون استفدت من المعلومه، اتمنى تاخد الموضوع بشكل حب ان انت تقعد تتعلم، لان التعلم ده شيء مهم جدا. المعلومات دي تراكميه، فلما هتكبر هتحس بان انت عندك موسوعه في دماغك من معلومات كتيره. واتمنى تدعي لنا بدعوه طيبه في الايام الحلوه دي ان شاء الله بالصحه والعافيه، وربنا يسلمنا، لان انا بحاول اقدم لك معلومه تساعدك على المذاكره بدون ضغط اعصاب، بدون امتحانات، بدون اي حاجه تضايقك. انت بتتعلم ولازم تتعلم عشان المعلومات كلها تبقى تراكميه في حياتك. بعد 10 سنين هتكتشف ان انت عندك شنطه فيها ملفات كتيره هتساعدك على الحياه اللي هي العمليه بتاعتك. شكرا جدا، ولو في اي استفسار على موضوع البحث تبعت لي عن طريق الواتس وانا معاك، مفيش اي مشكلة بالنسبة لي. شرفتوني وسعدتوني جدا، السلام عليكم.